وفي الآخر. ولتراي الموضوع معنا من جنيف رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. مساء الخير سيدي. مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. طيب سيد الصيداوي، ربما سمعتم التقرير، كيف تقرؤون هذا الموقف السعودي وما تأثيره على الساحة؟ جيد، أعتقد أنه من المفروض تذكير المشاهد الكريم بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والإخوان المسلمين. كما نعلم في الستينات حدث تحالف كبير بين السعودية وحركات الإخوان المسلمين التي قالت أنها مضطهدة من قبل جمال عبد الناصر، وبعضها هرب وخرج من مصر وذهب يعمل ويشتغل في السعودية. فبالتالي كانت الستينات هي علاقة تحالف ضد مصر الناصرية والجزائر أيضا بومدين، وحتى ضد بورقيبة وضد كل الأفكار اليسارية والتقدمية الموجودة في المنطقة. لكن هذا التحالف مؤخرا ومنذ أكثر من عقد من الزمن بدأ يتفكك، وبدأت تخرج صراعات عديدة للعلن، منها صراعات مذهبية. الإخوان المسلمين اجتمعوا تحت راية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسته قطر سنة 2004 ووضعت على رأسه الشيخ يوسف القرضاوي، في مواجهة الرابطة الإسلامية العالمية التي أسستها السعودية سنة 1962. إذا ثم صراع على المستوى الفقهي الديني، التصور للدولة والمجتمع، ثم أيضا صراع على المستوى السياسي باعتبار حركة الإخوان المسلمين تحالفوا. طيب عفوا عفوا سيد صيداوي، طيب قطر. برأيك ما هو يعني ما سبب هذا التغير في الموقف السعودي تجاه الإسلاميين بمصر تحديدا؟ لعدة أسباب. أول شيء ثم خوف من نظرية الدومينو، بمعنى أنه إذا سقط النظام وخاصة بحجم مصر فأن أنظمة أخرى ستتساقط. لما سقطت الملكية في مصر على يد عبد الناصر والضباط الأحرار، سقطت ملكيات كثيرة أخرى في العراق وسوريا واليمن وليبيا. إذا ثم خوف من انتشار العدوى إلى دول الخليج، وخاصة أن السعودية وكل دول الخليج تقريبا فيها تنظيمات لحركات الإخوان المسلمين غير معترف بها، وفي بعض الأحيان شبه سرية وشبه علنية لأنهم الأشخاص معروفة. مثلا في السعودية ثم حزب الأمة الإسلامي لديه أطروحات قريبة من حركات الإخوان المسلمين، وهو الآن مضطهد ومطارد وبعض قياداته في السجن إلى آخره. إذن ثم خوف حقيقي من أن تسقط شكرا أيضا لك. دول الخليج في شكرا حركات لك الإخوان المسلمين. دكتور عفوا سيد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. في مصر دائما تناول الآلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي فطورهم في ميدان رابع العدوية، يواصلون اعتصامهم ومطالبتهم بإعادة الشرعية غير مبالين بالحرارة الشديدة ومشقة الصيام. اليوم الأول من رمضان، ما زال أنصار الرئيس المنقلب عليهم المعزول محمد مرسي مصرين على الاعتصام من ميدان رابعة العدوية بالقاهرة. التحضيرات على قدم وساق هنا، فمن المنظمين من يحضر الخضر، ومنهم من يتفرغ لتقسيم الطعام على المعتصمين، طعام تكفل بتوفيره متطوعون. بالقرب من المنصة يفضل المتظاهرون ترديد الشعارات المؤيدة لمرسي، غير آبهين لا بالحرارة الشديدة ولا بمشقة الصيام، فيما ينزوي آخرون لتلاوات القرآن رجالا ونساء مع الدعاء قبيل المغرب. أذان المغرب، يفطر الصائمون في انتظار يوم بأخبار سارة. صنف تقرير دولي صدر مؤخرا، صنف كل من الجزائر والمغرب ضمن قائمة العشر